هو الاستعداد كالعادة يعني بالضبط. صراحة بجميع الأعياد كتوجد نتا واحد جوج الأسابيع قبل، ثلاثة الأسابيع وكتوجدها على الله، سواء في هذه الجائحة ولا قبل من الجائحة عادي كتوجد هذا الواحد الكمية ديال الحلويات. سي فغي كو هذا العام ما وجدناش بنفس العدد اللي موالفين، اي سي تو تافي نورمال، لأن شفنا بأن هذا الطيل هذه السنة وحتى مؤخرا كاين واحد شوية ديال الركود، كاين العرض موجود ولكن الطلب قليل شوية بزاف، اي دونك ما بغيناش نغامروا بزاف. أنا شخصيا ما بغيتش نغامر بزاف، يعني وجدت واحد الكمية ونتمنى الله ربي يسهل وتخرج. بون سي فري كو دابا ما كاينش دي كوموند، ولكن كاين مبيعات بالحق باقا هاد الساعه خفيفه. على اي حنا اون جينيرال المبيعات كتكون حتى النهار 31 في الشهر عاد كتكون بطريقه مكثفه، كتكون نهار 31 ديسمبر تاثرنا بزاف بواحد الدرجه ما تصورش على بالك. وجو تخفى انا هاد المساله هذه عاديه جدا، لان الناس متازمه وجميع القطاعات متازمه وجميع تاثرت، لان قلت لك كاين العرض ولكن الطلب قليل بزاف كاع، ما بقاش داك المبيعات بديك الطريقه المستمرين. مثلا كنا غير الويكاند السبت والحد كتكون فيه، خصوصا نهار السبت كتكون المبيعات بطريقه مكثفه ولي كوموند كثارين، دابا لا نقصات بزاف. المناسبات عند العائلات نقصوا بزاف، حتى الزبون ملي كيجي يتغدى كتلاحظ بان مسكين الامكانيات ديالو جد محدوده، يعني كيتغدى ولكن كيتغدى كيف كيقولوا كيقيس. دابا في هذه الحرفه هذه ولينا كنخدموا كتبيع حرفه باش تعيش ماشي باش تغنى. قبل الناس كانوا كيخدموا كيدير حرفه باش يتغنى، يعني يعيش ويتغنى. دابا ما كاينش قضيه ديال تعيش وتغنى، يعني الا لقيتي باش تخلص لي فورنيسور ديالك وتخلص الخدامه اللي عندك راه ديجا سي ديجا با مال. اصلا حنا الخدامه نقصناهم بالنسبه للعرض، كيف قلت لك كان كاين العرض كنحطوا منتوجات مالوغوزمون بارفوا كنضروا لان كضيع علينا الماكله ديما يمكن لكش تبقى تعاود تبيع، ولكن كاين يعني نقصنا من الكميه ديال المنتوجات اللي كان. وبطبيعه الحال كنخدموا اون فونكسيون دي كوموند، جو بارك كنهضر على الحلويات ما داكشي اللي كيخرج يوميا في المحل، فهذه مساله مفرغ منها كتخرج كالعاده، نهار كيكون قليل نهار كيكون كثير والحمد لله. على كل حال عندي حتى الزبائن عندي ان بو دو تو، يعني عندي ناس جد يعني طبقه جد متوسطه، كاين الناس اللي الحمد لله ميسورين، وجوستومون انا تنحاول ندير دي برودوي، ماشي دي برودوي، كنحاول مثلا غير بالنسبه للحلوى كندير حلويات اللي بسيطه اللي يقدر تكون متناول الجميع، وكندير دي غام اللي بالنسبه للناس الميسورين باش هكاك وكان بيان سور تو طون كاردون ديك لا تري بون كاليتي، يعني ان الماده اللي كنخدم بها لا ماتيير دو باز راه سي توجور لا ميم، غير كتزيد بارفوا كتزيد دوطخ برودوي اللي كيكونوا شويه غاليين كتحطهم في سيغتان برودوي شي حلويات يعني مضبوطه باش بالنسبه للناس اللي كيقدروا يخلصوا الثمن. ساشون كو انا بصفه عامه ما عنديش اثمنه طالعه بزاف، الحمد لله عندي اثمنه ديالنا، ولكن كيف قلت لك كاين حلويات بالنسبه للناس اللي عندهمش، كاين حلويات للناس اللي ميسورين. بالنسبه لراس العام عندي حلوى ما كتبدا من 120 درهم حتى ل 180 درهم، إلا كانت لا تارت كبيرة كتقدر توصل 250 درهم بيان سور فونكسيون، مي أون جينيرال لا موين سي أونتخ 120 و 180 درهم. وما بالنسبة للمنتوج هادي مثلا لي كواسون ولا هادوك راه ما يمكنلكش دير دي فهمتي، ما يمكنلكش تخدم بدي كام كواسون راه غتخرج أن برودوي سي لو ميم ولو بخي بليز أو موا راه عادي مزيان. بالنسبة للمنتوجات باغ كونت خدرت دي برودوي جدادين هاد في هاد راس السنة، بحال دابا باغ اكزومبل لي فوندون درت دي فوندون كونتمون سا فدير دي فوندون فوغي بدي بارفام دي بارفام زوينين زعما ان تخوك ان بو سبيسيال بوغ اتيغي لا كليونتيل باش تزيد تحفز الزبون ديالك. حتى بالنسبه لي تارت ديال راس السنه درت ان كاتو جديد، اوفان دو سورت دو كاتو جدادين بنكهه جديده بطريقه جديده، دي كاتو بحال قلت ستيل امريكان ولكن بشكل اخر ماشي داك لو كاتو امريكان المعهود، هذا سي ان تخوك ان بو سبيسيال فيه ان ميلونج سالي سكري و لو ديزاين ديالو حتى هو اللي تري زعما سي انتريسون سي بو افوار، وحتى المذاق ديالو زوين بزاف. و سكي تري انتريسون سي كو الثمن جد مناسب يعني في متناول الجميع، اي سا سي سكي اكستراوردينير اي فالي ابسوليومون لو فير، لان كيف قلت لك في هاد الظروف الحاليه دابا وفي هاد كاينه الجائحه وكاين مشكل اخر اللي هو مشكل ديال ريزو سوسيو، الناس ولات كتمشي كتشري من انستغرام كتشري من في لي ريزو سوسيو، اي دونك تو سكي اكسبوزي سكي في هذا. بطبيعه الحال ما غاديش نكذب
حتى هو دار لنا واحد المنافسه قويه. كيف خصك تحاول حاليا بعدا بالنسبه لكازا، خصك تحاول دير منتوج منتوج جيد بثمن جد مناسب وباش تقدر تجر عندك الكليان، ساشون كو الحمد لله عندنا زبائن ديالنا، ولكن دائما خصك دير الجديد وتحاول تبقى دائما كاليتي بري باش باش تبغى تيغي لي كليون ديالك بيان سور.